سالي لزليف، اهلا وسهلا بيكم شباب وبنات الصف الثاني ثانوي. اهلا بيكم على قناتي بروفيسور اونلاين. في الفيديو ده هحل معاكم امتحان 29 و30 من امتحانات المعاصر لعام 2024 الترم الثاني. في فيديوهات قبل كده حلينا بعض الامتحانات وان شاء الله هنكمل جميع الامتحانات. الامتحانات اللي حليناها لو دخلتوا على القناه هتلاقوا قائمه تشغيل بعنوان حل امتحانات المعاصر 2024 ثانيه ثانوي الترم الثاني، هتلاقوا فيها جميع الامتحانات. نشوف مع بعض امتحان 29، وأول حاجة هي الوثيقة. الوثيقة هنا عبارة عن إعلان مكتوب فيه appartement à vendre، يعني شقة للبيع. هنا ده فيه واحد عامل شقته للبيع وعامل الإعلان ده عنها، وكاتب فيها طبعا مميزات الشقة، فبيقول à la capitale، يعني في العاصمة le cœur القاهرة، quatrième étage، يعني الدور الرابع، ascenseur، يعني فيه أسانسير، grande palaco avec une belle vue sur un jardin، يعني بلكونة كبيرة بإطلالة جميلة على حديقة، برو دي بارك، يعني بالقرب من منتزه، اي دي لا ستاسيو دي مترو، ومحطة المترو. بيقول كمان تروا شامبر، يعني فيها ثلاث غرف نوم، كوزين مطبخ، سال دو بان حمام، اي سالا مانجي، وغرفة للأكل اللي هي أوضة سفر. بعد كده كاتب رقم التليفون للاستعلام. شوف بقى الأسئلة. سيت ابارتيمون اي، يعني هذه الشقة بتكون، و كاتريام ايتاج، يعني في الدور الرابع. والإجابات دي هنلاقيها متخططة في الوثيقة. هنا سانكيام ايتاج، يعني الدور الخامس، تروازيام ايتاج، الدور الثالث، دوزيام ايتاج، الدور الثاني. السؤال اللي بعده لو كور القاهرة اي لي نوم، ده بيكون اسم دين فيل، يعني اسم مدينة. هنا جاردا يعني حديقة، ري يعني شارع، بارك يعني منتزه. السؤال الثالث لابارتيمون ابري، يعني الشقة بتكون قريبة من دي لا ستاسيون دي مترو، يعني محطة المترو. هنا جار يعني محطة، اغيت يعني موقف، بوست يعني البريد. لابارتيمون دون، يعني الشقة بتطل، سير ان جاردان، يعني على حديقة. شوف الوثيقة الثانية ليز اكتيفيتي كوتيديان دي نيكولا، يعني الأنشطة اليومية لنيكولا. هنا نيكولا بيقول نيكولا أبيت أو دوري سانت ميشيل أباري، يبقى نيكولا بيعيش في 2 شارع سانت ميشيل في باريس. إلى سيريفي أ سيتير، يعني هو بيستيقظ الساعة 7. أ سيتير كانز، يعني الساعة 7:15. إل سيريز، يعني هو بيحلق. إل بران إن دوش، وهو بياخد دش. بوي إل سابي، بعد كده هو بيلبس. إل بران سون بيتي دوجيني، بعد كده هو بياخد وجبة الفطار. أويتر، يعني الساعة 8. إلي لي جورنال، بعد كده هو بيقرا الجريدة. إل سي بريبير، هو بيجهز. إلا سور دي شلوي، يعني هو بيخرج من بيته. أويتر 40، يعني الساعة 48 دقيقة. بوغ ألي أ سون ترافاي، علشان يروح شغله. لابغي ميدي، بعد الظهر. إل فا شي سي غرون بارون، يعني هو بيروح عند أجداده. بوغ فير لي كورس، علشان يتسوق. نشوف بعد كده رقم 5 سيدي كيمو ديكري، يعني هذه الوثيقة بتوصف لا جورني دي نيكولا، يعني يوم نيكولا. سانت ميشيل اي لي نوم، ده بيكون اسم دينوري، يعني اسم شارع. رقم 7 لابغي ميدي، بعد الظهر. نيكولا فا، يعني نيكولا بيذهب. شي سي غرون بارو، يعني بيذهب عند اجداده. برضو الاجابات كلها هنلاقيها متخططة في الوثيقة. آخر سؤال في الوثيقة نيكولا كيت لا ميزون، يعني نيكولا بيغادر المنزل. أويتر كارونت، يعني الساعة 48 دقيقة. شوف بعد كده سؤال السيتيواسيون، المواقف اللي بيكون طالب منك إنك تختار إجابتين صح. رقم 9 بيقول تا كوبين سابي بيان، يعني صديقتك بتلبس كويس. كيس كي تو دي، ماذا أنت تقول؟ هتقول جيم سون لوك، يعني أنا بحب مظهرها، أو هتقول إيلم لامود، يعني هي بتحب الموضة. نترجم بقى الاختيارات. هنا سي دي مودي، إنها موضة قديمة. سي بول إي موش، يعني هذا البلوفر بيكون قبيح. إيل مي فا بيان، يعني هو بيناسبني جيدا. طب رقم 10 أنا ميتي دي موند، يعني صديق سألك كيسك سي، ما هذا؟ أنت هتقول إيه؟ طبعا هنا كيسك سي ده بيكون السؤال لغير العاقل، يعني لازم الإجابة بتاعتي تكون حاجة غير عاقل. فأقول سي ان تليفون، إنه تليفون، أو هقول سي ان اكسسوار، إنه اكسسوار.
بنترجم باقي الاختيارات. سي ان امي انه صديق، سي ان فوازان انه جار، سي تين كوبين انها صديقة. رقم 11 تي ديماند ا تون فرير، يعني انت طلبت من اخوك. دي فير كيلك شوز ان هو يعمل شيء ما، يعمل حاجة معينة. فانت هتقول ايه؟ هتقول له ريبون على كاستيون، يعني جاوب على السؤال، او ايتي دي تيليسون، يعني ذاكر دروسك. طبعا هو بيقول لك ان انت بتطلب منه ان هو يعمل حاجة معينة، يعني الكلام هيكون في صيغة الامر. طب نترجم بقى الاختيارات. ال جو دان لاري، يعني هي بتلعب في الشارع. Il parle en classe، يعني هم بيتكلموا في الفصل. Il vient tard، يعني هم جم متأخر. شوف سؤال الاختيار الخاص بالجرامير. Être médecin، إنك تكون طبيب. C'est ma profession préférée، إنها مهنتي المفضلة. طبعا هنا كلمة profession اللي هي بمعنى مهنة، دي كلمة مفرد مؤنث مبدوءة بحرف ساكن، يبقى اختار معاها ما. هنا المالك عندنا هو جو. لما بيكون الملك جيب بيبقى قدامي ثلاث حاجات اختار ما بينها، يا اما يا اما مو يا ما يا مي. هنا مو مع المفرد المذكر او المؤنث المبدوء بحرف متحرك، هنا مع المفرد المؤنث المبدوء بحرف ساكن، هنا مع اي جمع. رقم 13 ولو في اي حاجه وانا بجاوب كده انت مش فاهمها ابعت لي في الكومنتس وانا هجاوب عليك. رقم 13 لو باك بيكون اكود دي لا بوست، يعني جنب البريد. طبعا ليه انا اخدت اكوت؟ لان اكوت هي اللي بيجي بعدها حرف الجر د، خلاص داكور، لكن الباقيين لا. رقم 14 هنا كل شانسون تي بريفير، يعني اي الاغاني انت بتفضل. هنا كلمه شانسون كلمه جمع مؤنث، هختار كل بالشكل ده. هنا كل دي بتيجي مع جمع المذكر، دي مع المفرد المؤنث، دي مع المفرد المذكر. رقم 15 دما غدا نو نقط دان لا فيل. طب هنا طالما انا لقيت كلمة دما، يعني غدا يعني زمن الجملة ده هيمشي في المستقبل. طب المستقبل بيتكون ايه عندنا؟ بيتكون من الفاعل، بعد كده تصريف فيرب الي، بعد كده مصدر الفعل الاساسي. يبقى انا هختار allons nous promener، يبقى احنا سوف نتنزه، خلاص ذاكر. ده طبعا ده تصريف فيرب الي مع نو. رقم 16 جي تنفيت، يعني انا ادعوك ا فيزيتي ما ميزون لي جودي ابغي ليكول، يعني انا بدعوك لزياره منزلي يوم الخميس بعد المدرسه. هنا تي دي عباره عن ايه؟ ده ضمير مفعول مخاطب مفرد، انا ادعوك انت، خلاص ذكر. طبعا والفعل هنا بادئ بحرف متحرك فهياخد التي ابوستروف. رقم 17 لي ريفي ني سون با، يعني المنبه ما رنش. هنا ريفي دي كلمه مفرد مذكر ومبدوءه بحرف ساكن. شو بعد كده السوجي؟ لا في الاول الميل. سالي سالي كان في تي دي شوبينج، يعني متى انت تتسوق؟ طبعا لما بيسالني بكم ما بجاوبش بساعه، بجاوب بفتره من فترات او اليوم او بيوم، فهقول مثلا لي سوار في المساء. السؤال اللي بعده كيس كي تي ام اشتي، يعني ماذا انت تحب ان تشتري، انت تحب تشتري ايه؟ فهقول جيم اشتي لي فيتمو، يعني انا بحب اشتري الملابس. طبعا انت مش ملتزم خالص بالكلام اللي انا كاتباه ده، لو انت حافظ اي كلمة تاني غير كلمة فيتمو برضو اكتبها مفيش اي مشكلة. شوف بعد كده السوجي اللي بيكون طالب منك انك تكتب من 20 لخمسة وعشرين كلمة، وعايزك ديكري لي مومبر دي تا فامي، يعني اوصف افراد عيلتك، عايزك تستعمل كلمة بير ومير، يعني اب وام. طبعا السوجي اللي انا كاتباه ده اكتر من 25 كلمة، بحيث ان لو في مثلا اي جملة انت مش عارف تكتبها او صعبة بالنسبة لك ممكن تستغنى عنها مفيش اي مشكلة. برضو انت مش ملتزم بالسوجي ده، لو انت حافظ اي صفات تانية غير اللي انا كاتباها تكون اسهل من كده برضو بدل ما بينها. طب نشوف كده مع بعض. مون بير اي غرون، يعني والدي بيكون طويل. اي ماس ورفيع. اي لي بلون، هو بيكون اشقر. ونراعي ان الصفات اللي انا بستخدمها مع المون بير تكون مذكر. إيه لي جونتي، هو بيكون لطيف. يبقى انا كده وصفت الاب من الناحيه الجسديه ومن الناحيه الشخصيه. بعد كده مامير امي اي بيتيت، يعني بتكون قصيره. اي غروس وسمينه. اي لي برين، يعني هي بتكون قمحيه اللون. اي لي تيميد، هي بتكون خجوله. برضو انا وصفتها برضو جسديا وشخصيا. في الاخر هقول مون فرير اي بران، يعني اخويا بيكون قمحي اللون. سوزي سومارو، يعني عيونه بتكون بني. إيه ليه سامبا، يعني هو بيكون لطيف. كده نكون انتهينا من حل امتحان 29. نشوف مع بعض امتحان 30.
كي ياتيل دان تو شامبر؟ يعني ماذا يوجد في غرفتك؟ في 4 أشخاص جاوبوا على السؤال ده. أول شخص بنجامان بيقول دان ما شامبر، يعني في غرفتي، إليا أونلي، يعني بيوجد سرير، إن أرموار دولاب دي جوي، يعني لعب أطفال، إن شيز إي أون تابي، وكرسي وسجادة. هنا نادية بتقول دان ما شامبر، في غرفتي، إليا أونلي، بيوجد سرير، دو تابلو، يعني لوحتين، إن أرموار دولاب، إي أون بوستر وملصق. بيير بيقول دان ما شامبر، في غرفتي، إليا أون غران لي، يعني بيوجد سرير كبير، إن تابل دو شوفو، اللي هو الكومود، الكومودينو، إي دو تابلو ولوحتين. ميريل بتقول دان ما شامبر، في غرفتي، إليا أون لي، بيوجد سرير، إن تابل وترابيزة، أون فوتي، اللي هو الكرسي، زي كرسي الأنتري كده، بس اللي هو بدراعات، دو جوي، ألعاب أطفال، إي أون تابلو ولوح. شوف بقى الأسئلة. Ces personnes parlent de contenu de leur chambre. يعني هؤلاء الأشخاص بيتكلموا عن محتوى غرفتهم. هنا فيلا يعني فيلا. هنا appartement شقة. Maison يعني منزل. Dans la chambre de Nadia يعني في غرفة نادية. اللي بيوجد un poster يعني ملصق. الإجابات دي هنلاقيها متخططة في الوثيقة. سؤال رقم 3. إن يا بعد لا يوجد نقط دان لا شامبر دي بيير، في غرفة بيير، مفيش إيه في غرفة بيير، مفيش جوي يعني ألعاب. رقم 4. بنجاما أن تابي دان سا شامبر، هو اللي عنده سجادة فين؟ في غرفته. شوف الوثيقة التانية. ممكن تكون الوثيقة دي يمكن صعبة شوي، بس هنشوفها مع بعض. أبغيني أ فوز أنفون أ بارتيسيبي أو تاش ميناجير. يعني ايه الكلام ده؟ أبغني يعني علموا vos enfants يعني أطفالكم إن هم يشاركوا في المهام المنزلية. quel tâche à quel âge يعني أي مهمة في أي عمر، يعني هو دلوقتي هيجيب لنا السن والمفروض يعمل إيه. طب هنشوف كده مع بعض. à 5 ans يعني في سن 5 سنين vous pouvez lui demander، يعني أنتوا تقدروا إن أنتوا تطلبوا منهم دي تاش سامبل كم، يعني مهام بسيطة مثل، يعني هو عنده 5 سنين انت ممكن تطلب منه بعض المهام البسيطة مثل متر لا تابل بور لو ريبا، يعني ان هو يعد السفرة علشان الوجبات او علشان الوجبة. بعد كده ممكن كمان تعلمه غامسي سافيسل، ان هو يجمع ادوات الاكل بعد ما اكل. هنا غانجي سيجوي يعني يرتب العابه، ranger ses affaires يرتب أغراضه، arroser ses plantes يعني يروي النباتات، يسقي الزرع، de la maison يعني الزرع بتاع البيت. طب نشوف بعد كده. هنا a 6 ou 7 ans يعني في سن 6 سنين أو 7 سنين vous pouvez ajouter ces tâches à sa liste. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنتوا تقدروا تضيفوا هذه المهام إلى قائمته، يعني كمان تزودوا عليه شوية الحاجات دول. بارتيسيبي علي بسغي يعني المشاركة في شراء البقالة، كمان ممكن يعمل فير سون لي، ان هو يرتب السرير بتاعه، رانجي سي فيتمو، ان هو يرتب ملابسه. هنا باسي لاسبيراتير يعني يكنس بالمكنسة الكهرباء، ايدي اب ريبري الريبا، ان هو يساعد في اعداد الوجبات، فير لا فيسل يعني في غسل ادوات المطبخ، اغاشي لي موفي ارب يعني ازالة الاعشاب الضارة. تمام، ازاله الاعشاب الضاره دي ان هو يعني ينقي الاعشاب الغير مفيده من الزرع بتاع البيت. طب نشوف بعد كده كاتبين ايه. سيلون يعني حسب، يعني الكلام ده المكتوب حسب ايه، المصدر يعني اللي اتجاب منه الكلام ده. هنا ناتر اي غراندير يعني تتولد وتنمو، ده اسم المكان او الموقع اللي اتجاب منه الكلام ده. خلاص تمام. إيتاب هنا معناها منصة، يعني دي منصة على النت بعنوان ناتر اي غراندير يعني تولد وتنمو. خلاص هي اللي كاتبة ايه الكلام ده، كاتبة كمان هو من سن 5 لـ7 سنين الحياة العائلية. خلاص تمام، يبقى ده مصدر المقالة المكتوبة عندنا. بيقول لك هنا دوك يعني دي اختصار كلمة دوكيمو اللي هي بمعنى وثيقة، وبيقول لك ان دي تاش ميناجير المهام المنزلية. طب نشوف بقى الأسئلة مع بعض.
انفون دي 5 ans, يعني الطفل في عمر ال5 سنين يستطيع ان هو يعمل ايه؟ ان غانجي سي جوي، ان هو يرتب العابه. تمام، برضو الاجابات دي نلاقيها متخططه كلها في الوثيقه. سي تاش سادريس او انفون، يعني هذه المهام بتقدم للاطفال من عمر ال5 سنين الى ال7 سنين. خلاص، هنا دو يعني من عمر ال5 سنين الى ال7 سنين. On peut lire ce texte، يعني احنا نقدر نقرا هذه التكست، النص ده او المقاله دي، هنا sur un site électronique، يعني على موقع الكتروني. طبعا احنا عرفناه من اخر جزئيه خالص في الوثيقه، طبعا مكتوب فيها .com وهكذا. طب نشوف كده رقم 8. Un enfant de 5 ans ne peut pas، يبقى هنا الطفل في عمر ال5 سنين ما يقدرش يعمل ايه؟ مش هيقدر arracher les mauvais herbes، مش هيقدر يزيل الاعشاب الضاره. هنا ده طبعا ده اللي هو عمر ال7 سنين هو اللي بيعمل الحاجه ديت، مش ال5 سنين. شوف بعد كده سؤال السيتواسيون، المواقف، بيكون طالب منك انك تختار اجابتين صح. Ton prof te demande، يعني مدرسك سألك، le basket c'est quoi، الكوتشي ده هو عبارة عن ايه؟ فانت هترد وتقول دي شوسير، انه حذاء، او هتقول دي شوسير سبورتيف، انه حذاء رياضي. نترجم بقى الاختيارات، دي اكسسوار يعني اكسسوارات، دي فيتمون ملابس، دي كولير الوان. الموقف رقم 10. Ton ami te demande، يعني صديقك طلب منك، ton opinion sur son sweat، يعني طلب رأيك في السترة بتاعته. فهو هيقول ايه؟ هيقول quel est ton avis sur mon sweat، يعني ما هو رأيك في السترة بتاعتي، او هيقول comment tu trouves mon sweat، يعني كيف انت تجد السترة بتاعتي. طب نشوف بقى الاختيارات معناها ايه. Quel est ton opinion sur mon shirt، يعني ما هو رأيك في الشرط بتاعي. هنا ماذا أنت تعتقد في هذا الشرط، هنا ما هو رأيك في الفستان بتاعي. رقم 11. Tu veux décorer، يعني أنت تريد تزيين ta chambre، غرفتك، أنت عايز تزين أوضتك. أنت هتقول إيه؟ Au vendeur، للبائع، هتقول له Je veux une lampe، يعني أنا عايز أباجورة، أو هتقول له Je cherche un poster، يعني أنا ببحث عن ملصق. برضو نشوف بقى الاختيارات معناها إيه. هنا أنا هشتري بالطو، هنا بلوفر أسود لو سمحت، أنا هشتري إن تابل، يعني ترابيزة. طيب نشوف بقى سؤال الاختياري الخاص بالجرامير. هنا جو في، جو في يعني أنا أريد، أن بوني بور ليفر يعني أنا هشتري غطا للراس عشان الشتاء. طيب هنا احنا عندنا أبارت برضو مصرفة مع جو، وتنفع من حيث المعنى، وأشت بمعنى يشتري برضو مصرفة مع جي، وتنفع من حيث المعنى، لكن مش هينفع أختارهم. ليه؟ عشان أشت بادئة بحرف متحرك، كانت جو دي كانت هتبقى جو أباسترف، وأبارت برضو نفس الحكاية كانت هتبقى جو أباسترف. رقم 13. هنا voici ma garde-robe، يعني إنها خزانتي. طبعا الجاردروب دي كلمة مفرد مؤنث ومبدوءة بحرف ساكن، يبقى هتاخد ما. هنا الملك عندي جو، مع جي أنا بختار يا إما مون يا ما يا مي. هنا مو مع المفرد المذكر أو المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك، هنا ما مع المفرد المؤنث المبدوء بحرف ساكن، مي مع أي جمع. طب رقم 14، يمكن دي برضو فيها صعوبة شوية، مش كل الناس تعرفها. هنا أمستر اللي هو الهامستر، الفار الأبيض. طب الكلمة دي عندنا بتبدأ بالأش، لكن الأش هنا دي أش أسبيغي. طيب ايه خصائص الاش اسبرين؟ طب مع الاش اسبرين ما بحطش ال ابوستروف، بحط لي يا لا. مع الاش اسبرين ما بستعملش ال ابوستروف اللي هي دي، لا بستعمل يا اما لي يا لا حسب الكلمه. طبعا هنا امستر دي كلمه مفرد مذكر، فهختار معاها لي. احنا عندنا نوعين من الاش، اش ميي واش اسبرين. الاش ميي الاش ميي هي اللي بستعمل معاها ال ابوستروف، لكن الاش اسبغي دي مش بستعمل معاها، ملهاش قاعده بنمشي عليها، دي ليها قواميس احنا بنعرف من خلالها. خلاص ذكر. هنا مون فرير ني، يعني اخويا، ني باس با لاسبيغاتير، يعني مش هيكنس بالمكنسه الكهرباء. طبعا هنا الفعل مصرف مع ايل المفرد. رقم 16. سيتين باك انور،
يعني إنه خاتم من الذهب. طبعا المواد بتسبق بحرف الجر أون. رقم 17، je cherche in، يعني أنا ببحث عن، عايزة هنا بعد إن كلمة تكون مفرد مؤنث، يبقى سيونتيغ يعني حزام، الباقيين كلهم كلمات مفرد مذكر. شوف بعد كده الميل، سالي سالي، جي دي كوبا دي كارتيي، اي توا، أنا عندي أصحاب بالحي، وأنت؟ هقول موا أوسي، وأنا كمان، جي دي كوبا دي كارتيي، أنا برضو عندي أصحاب بالحي. كيل سو لي كاركتير، يعني ما هي شخصياتهم؟ هقول إيل سو سوبر، هما بيكونوا رائعين. هنا الإيل الجمع دياتي بنعوض بيها عن الكوبا اللي هي الأصحاب. طب نشوف بعد كده السوجي، يكون طالب منك إنك تكتب من 20 لـ25 كلمة، وبيقول لك ديكري تا نوفل شيميز أتون كوبان، يعني أوصف قميصك الجديد إلى صديقك. لو عايزك تتكلم عن الفورم الشكل والماتير المادة. طب هقول جينا نوفل شيميز، يعني أنا عندي قميص جديد. أمانش لونج، يعني بأكمام طويل. أنا كده اتكلمت عن الشكل بتاعه. إلي بلانش، هو بيكون أبيض. أبوانوار، يعني بنقط سودا. إلي أنكوتون، هو بيكون من القطن. كده أنا اتكلمت.